Sotto le macchie, Alan. Yeah. خليك معي بعد اذنك. هلا بالاصل لو كان عندي انا بولينوم بي اكس تساوي اكس مربع زائد 7 اكس زائد 8، بدي احكي عن شغلتين، عن الثابت ترم. خليك معي يا احمد محمد، وعن الكات سايد بروبلم. وشلون بدي اوجد كل واحد من هذول؟ الاصل ثابت ترم، شوف انا لو قلت لكم من هو الحد الثابت؟ واضح جدا انه 8. شلون بصير 8؟ لو هذول شو صار فيهم؟ لو هذول صاروا صفار، لو اختفوا بيطلع معي 8. وبالتالي بقول القاعده دائما اني استبدل كل اكس بصفر، يعني اكس تساوي الصفر، اكس تساوي الصفر بيطلع معي الجواب. فبوجد بيس صفر، من هو بيس صفر هون؟ هو صفر للتربيع صفر، 7 ضرب صفر صفر، زائد شاد زائد 8، يعني الحد الثابت كم؟ الحد الثابت 8. كات سايد توبلما شو بعمل هون؟ بستبدل كل اكس بشاد، بستبدل كل اكس الواحد بواحد، وقت بستبدل كل اكس بواحد شو بصير معي؟ بالواحد شو بيساوي؟ واحد للتربيع واحد ضرب واحد واحد، هون عندي واحد ضرب 7 7، بعدين هون عندي شاد؟ عندي 8. شو تصير مجموعة هذول؟ 16. شو تصير مجموعة؟ 16. فعلا تعال نشوف الكات صاير، هون شقد الكات صاير؟ واحد، هون شقد الكات صاير؟ 7، وهذا شقد؟ 8. شقد مجموعة هذول؟ مجموعة 16. كات صاير يعني العدد الموجود هون، هذا هو الكات صاير، تمام؟ الواحد والسبعة والثمانية مجموعة مع بعض 16. هلا وين بلش التعقيدات؟ وقت بعطيك بي اكس ناقص واحد تساوي على سبيل المثال 5x مربع زائد 7x زائد 2، بقول لك اوجد ثابت ترم. مين هو ثابت ترم هون؟ فورا بتقول لي بستبدل كل اكس بشقد؟ كل بساطة وكل براءة بيطلع معك، لو وعليكم السلام، لو استبدلت كل اكس بصفر شو بيطلع معك هون؟ بيطلع معك ناقص واحد، صح؟ ما هيك؟ هذا بصير صفر، هذا بصير صفر، شو بيطلع الجواب؟ شو بيطلع الجواب؟ 2. بس تعال انت لهون واستبدل اكس بكم؟ اكس بصفر. شو استبدل اكس؟ بصفر. بس استبدل اكس بصفر. لو حبيت اوجد الكات سايد توبلما استبدل كل اكس مش قد بواحد، شو بيطلع معي هون؟ واحد ناقص واحد صفر، شو بيساوي؟ واحد للتربيع واحد ضرب 5 5، واحد ضرب 7 7 زائد 2 شو بيعطيني؟ 14. تعال نحل التمارين الموجودة معكم، بالله اعطيك. يلا نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول عم بيقول لك بي اكس تساوي 2 اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 5، تمام؟ شو عم بيقول لي بأول طلب؟ عم بيقول لي الكات سايلر طبلم كاتشتر، تمام؟ مش قد مجموع الامثال، مش بستبدل كل اكس بكم؟ واحد. بستبدل كل اكس بواحد، بيطلع معي بي الواحد، لانه هو بده الكات سايلر توبلم مجموع، تمام؟ بصير معي واحد للتربيع، واحد ضرب 2، 2 ناقص 3 زائد 5، شو بيعطيني؟ بيعطيني 4. معناتها مجموعهم هدول 4. من هو الكات سايلر توبلم؟ اللي بعد السؤال الثاني، بالطلب الثاني عفوا، بده ثابت ترم، ثابت ترم شو بحط بدل الاكس؟ حط صفر، بيطلع معي بيس صفر. من هي بيس صفر؟ صفر للتربيع صفر ضرب 2 بيروح صفر، صفر ضرب ناقص 3 صفر، شو بيضل معي؟ 5. بمعنى اخر انه ثابت الترم، طبعا واضح جدا انه ثابت الترم مش قد 5 من النظر يعني، تمام؟ اللي بعده 2، السؤال الثاني السؤال الثاني كمان عطيني بي اكس شو بتساوي؟ 3 اكس مكعب ناقص 4 اكس مربع زائد 7 اكس ناقص 1. شو طالب مني؟ طالب مني الكات سايلر توبلما للبي اكس ناقص 1. طيب انا وقت بدي الكات سايلر توبلما شو بعمل بالاكس؟ شو بحط بداله؟ 1، يعني بتصير هون 1 ناقص 1 0، بي 0. منين بدي احسب بي 0؟
هو عطيني اياه هون صح؟ فبحط بدال اكس شو بحط؟ حط صفر، شو بيطلع معي؟ بيطلع معي هذا صفر وهذا صفر وهذا صفر، شو بيطلع؟ ناقص واحد. لاحظ موضوع مهم، كان بدي الكات صاير، عم حطيت بدال اكس صفر، لانه انا ما بدي الكات صاير للبي اكس، بدي الكات صاير لمين؟ البي اكس ناقص واحد. يعني هون اجيت حطيت بدال اكس شو حطيت؟ واحد، عم طلع معي واحد ناقص واحد صفر، فجيت حسبت بيه الصفر. شو بده بعدين؟ بده الثابت ترم 2x زائد 1، بده ثابت ترم. لحتى احسب هون الثابت ترم شو بستبدل الاكس؟ بستبدل الاكس بصفر، صار هذا صفر هذا راح، شو ضل معي؟ بيش قد؟ منين بدي احسب بين الواحد؟ منين بحسب بين الواحد؟ من البي اكس صحيح؟ فبيجي بقول له هون بين الواحد، واحد للتكعيب واحد ضرب 3 3، واحد للتربيع واحد، عندي ناقص 4، وعندي هون 7 ناقص قد ناقص 1 شو بيعطيني؟ بيعطيني 5. هلا ليش كاتب ناقص 2 انت؟ ناقص 2 شو عامل انت؟ الله اعلم. طيب خذ شوف اخطاء، اكتبون هدول بس مشان تطلع اللي بعدهم، هذا الاول وهذا الثاني. اكتبوا الحل، اكتبوا الحل يا محمد. تكتب؟ حلينا نطلع معك صح؟ ايوه البطاقة الخربية بده مولا نكت بده هاي لهذا التمرين تمزح. لا طبعا استاذ يا اخي لا ابي 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 انا هيك فكرت استاذ هيك عامل؟ برافو عليك. طيب يلا وليك لون غلط معك انت عندك. السؤال الثالث، السؤال الثالث كلهم بي بي بي، شلون خطر على بالك؟ اه استاذ انت حالك خربت. 2x ناقص 3 شو بتساوي؟ x مربع زائد 3x ناقص 1. طالب من بدي اخذ منكم اجابات، يلا كل واحد يعطيني اجابته. دقيقة شوي هون بدي الكات ساي لا بروبلم، كل واحد يعطينا الإجابة تبعه ليش؟ والبي 3 إكس زائد واحد شو بده؟ بده ثابت ترم. يا تفضل أعطيني جوابك لنا للكات سايلر توبلم. ناقص واحد، ناقص واحد وشو اسمه الثاني؟ ثابت ترم 3. تفضل إيه هديل؟ ناقص واحد. أضم صوتي إلى صوت لنا يعني ليش الإجابة؟ يعني ناقص واحد وهون شقال؟ خمسة. هديل عمرو عفوا أعطيني جواب. شيماء ليه؟ محمد طلع معنا ناقص واحد وتسعة. بعاش ناقص واحد وتسعة شراكة يعني بالنص. تفضل. انت ما بيت شو؟ محمد الكرم. انت بيت شو؟ كم واحد محمد فيهم بالصف؟ ثلاثة. شو بدك تكتب محمد واحد؟ لأنه ما له هذا، ما في إلا أحمد واحد. بعدين كتبت بعاج ليك تفرج. ليك كتبت كله تفرج ها؟ ما ظلمتك. كله شو أطلع معك إجابة؟ أول واحد تسعة؟ تاني شقال؟ تاني مطري مرة. عبد الله؟ بص إعلامي ليش ما حليته لك أخي؟ لبابيدي؟ لبابيدي موجود. أول واحد ناقص تسعة تاني حلو غلط. من هي ناقص تسعة؟ تاني مرة. خليك معي تعال نشوف حد يحب يقدم إجابات. تفضل عمرو. شكرا عمرو. تعال نشوف أنا وياه عم بيقول لك كات سايلر توبلما، بمعنى اخر استبدل الاكس بش قد؟ واحد. يعني بصير بي كم؟ واحد ناقص اربعة ناقص ثلاثة صحيح؟ خليك معي برأيك شلون فيني احسب بي ناقص ثلاثة؟ هاي هو عطيني بي 2 اكس ناقص ثلاثة صح؟ برافو عليكم. بدي احسب بين ناقص 3 فبيجي بحط بدال اكس هون شو بحط؟ صفر. بتصير 2 ضرب صفر صفر ناقص 3، معناته بدال اكس هون شو راح احط؟ وهون صفر، بصير معي صفر صفر، معناته شو الجواب؟
ناقص واحد اللي طالع معه تسعة شلون بيطار طالع معه تسعة؟ أنت إنك أصلاً عم تحل بالمقلوب والله أعلم شو عم تحل. عبد الله فهمت شو عملنا؟ وين الصعوبة؟ عمرو فهمته؟ صعب؟ حطينا عم بيقول لي بده الكات سايلر توب لما بس شيل اكس شو حط بداله؟ واحد صار معك بين ناقص ثلاثة شلون بحسب بين ناقص ثلاثة؟ بيجي لهون بشيل اكس شو حط بداله؟ صفر صفر ناقص صفر ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة حسب ثابت ترم كفي يا لانا مع تبصير بيش قد؟ بيل واحد ما بتصير واحد شوف ايه بدي اعمله واحد طيب شو تكون اكس؟ شو تكون اكس؟ شو تكون اكس؟ قدامكم شوف اثنين لانه اثنين ضرب اثنين اربعة ناقص ثلاثة واحد اذا ضعته الموضوع كتير بسيط اثنين اكس ناقص ثلاثة شو بتساوي؟ مو انا بدي اياها واحد؟ فبقول هلا اثنين اكس شو بتساوي؟ أربعة معناتها إكس إيش قد؟ إكس اثنين. يعني تسعة شو؟ هلا تسعة؟ يلا خليك معي. بدي استبدل كل إكس بكم؟ مثل ما اتفقنا باثنين، لأنه اثنين ضرب اثنين أربعة ناقص ثلاثة واحد. فبقول هلا اثنين للتربيع أربعة زائد ستة ناقص واحد شو بيعطيني؟ تسعة صح؟ وبالتالي مجموعة محمد شموط أحمد بعاج تربح هذا التمرين. ايه بعد اذنك بيطار شو بيوصل الشرافي وحده بس اسمها بالنص يلا اعطينا لكفي اللي بعده نشوف كمان يلا حلوا اللي بعده مشان نشوف الرابع انتم ما كنتوا اخذينه قبل المره صحيح لا حاجه ما اشرح لكم اياها دقيقه شو تك درجه لي اعطينا استاذ لا انا ما اشرح لا ما شرحت لازم ناخذ الشرح تقسيم 1 و 2 ايوه موجود هو فوق شوف بسألك هذا السؤال او بقول لك هون شو بقول لك بدال التك بقول لك شيفت خليك معي اذا بتشوف القانون مكتوب فوق اذا شفته بتكون في تك عدد منها تك ما نحط جنبها صفر شوف اذا كان عندي تك شو بعمل هون باخذ بيل واحد ناقص بيل ناقص واحد وبس من عشقات بس من عشقات واذا كان عندي شيفت شو بعمل باخذ بيل واحد بيل ناقص واحد وبس من عشقات بس من عشقات هذول قانونين شو دخل واحد موضوع اكتبوه اني ما بيعرفوا اني موجودين فوق موجودين بالفقرة اللي فوق تماماً للصفحة لحتى أحسب التك درجة للترم لرين توبلم كاتشر لحتى أحسب ال شوف شو بدي الحدود الفردية أو أصحاب القوة الفردية بدي أوجد الأمثال تبعهم تمام؟ شوف شو بعمل قول بي واحد ناقص بي ناقص واحد يساوي الشيء اللي لازم اعمله مره واحد مره ناقص واحد وبعدين اسمع ايوه والله شو بتعزبه اخر مره اخر انتوا اخذت لك ده يلا فيني محيما يلا التمرين عندي شو عم بيقول يلا ايه صح حلو انتو نشوف بدي اخذ اجابات يلا بدي اخذ من الكل اجابات عمرو تعطيني اجابات لا ما اسمع
مين خلاص؟ عملك أوجد المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر وضربهم ببعض ف 12 وال 15 المضاعف تبعهم بيقبل اسمع 3 هنة الثالث اللي هو 4 ضرب 5 هون عم بيقول لك أوجد المضاعف المشترك ل 12 وال 15 والقاسم المشترك ال 12 وال 15 وضربهم ببعض فغالبا ال 12 وال 15 المضاعف طبعا هو 60 والقاسم المشترك ل 12 وال 15 هو 3 وبالتالي 60 ضرب 3 180 مين خلص؟ لا انا يلا لا انا هديل عمرو عبد الله شمور وبعاج نقول شراكة مع بعض كله بيطار شيماء هلا البابيدي على طول عم يشوف الدروس لازم الاولى 252 الثانيه ما معك ايش قد 252 الشط اللي معك يا لانا 252 الثاني يلا هديل الثاني 16 والاول طيب عمرو 3 27 عبد الله استعجل شوي بعد اذنك لانه التمرين المفروض ناقص 260 شموط الثاني 52 الاول الثاني يلا اسرع الثاني يلا كله 251 على 2 حلو والثاني الثاني يلا اسرع شوي بيطار 252 الثاني حلو يلا شيماء لبابيدي شو؟ 256 حلو الثاني 200 وواحده ليش هيك عم يطلع اعداد والله انا اتفاجئ الثاني تبع ايه نوعكم تكعيب الثاني 200 و 35 على 2 كله 200 و 35 على 2 35 على 2 حلو يلا تعال نشوف لاست 200 لاست 260 اي واحد ناقص 260 مثل ما طلع مع لانا ايوه بيطار راح اغير جوابي الاول الثاني هيصير هي اول الثاني استاذ ناقص 520 والاول استاذ والاول منين طلعت معك ناقص 520 والله طلعت طيب صحيح بس انت 2 استاذ انت 2 استاذ طيب وغيره هدول هم ناقص 260 الثاني يعني اتفقتوا على نفس الجواب اوكي حد عنده اجابات اخرى لا خليك معي بالاصل بس شفت هذا التمرين جميل فانا لازم احسب البي فورا بحسب البي واحد والبي ناقص واحد صح تعال نحسب انا وياكم البي واحد وهدول لانه ما عاد في مكان هلا خليني لبعد شوي يلا بيل واحد من هي بيل واحد راح استبدل كل اكس بش قد بواحد صار عندي واحد للتربيع يعني واحد واحد ناقص خمس ضرب واحد ناقص خمس زائد اثنين صحيح هي اللي بتساوي هون عندي ناقص اربعة زائد اثنين شو يطلع ثمانية ناقص ثمانية وبالتالي هون عندي ناقص ثمانية بين ناقص واحد من هو ناقص واحد ناقص واحد للتربيع واحد زائد خمسة صح زائد اثنين شو بيساوي؟ سوي 8 للتكعيب صح؟
اه من هون طلع معكم الرقم الكبير. ايش طلع؟ 512. صحيح. طيب طبعا ليش 8 للتكعيب هي نفسها 2 بالاس ايش قد؟ مين بيعرف؟ هي نفسها 2 بالاس 9. انا اعطيكم 2 بالاس 9 هي 512. طيب بكل الاحوال اذا كان شفت فشو لازم نعمل؟ لازم نقول ب1 زائد ب ناقص 1 تقسيم ايش قد؟ 2 تقسيم 2 ب1 ايش طلعت معي؟ ناقص 8 زائد 512 تقسيم ايش قد؟ 2 تقسيم 2 بيطلع معي 252. صح برافو عليكم صحيح. وبالتالي لانا هذه الشطر 256 جمعت نسيت ما بعرف شو عملت بس المهم طلع لي غلط بسيط. بعد الشموط طلع صح وبيطار طلع صح. يلا عرفتوا وين عمرو الشطر مع الكرتي؟ حباب انتبه حالك ارفع مستوى بدنا 100 بالرياضيات اللي بابيدي عم يحضر يوتيوب يعني موجود. فردي من هو الفردي؟ طرحه. ايوه بين واحد ناقص بين ناقص واحد على اثنين صح؟ بين واحد طلعت معي ناقص 8 بين ناقص واحد ناقص 512 صح؟ على اثنين شو بيعطيني؟ ناقص 520 مثل ما انت حكيت على اثنين يعني ناقص 260 صحيح. وبالتالي جواب هون وهون ايضا صحيح وهون ايضا صحيح. يلا اكتبون هدول مشان ننتقل على فقرة جديده.